كارثة جديدة في إندونيسيا، ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة، 13 قتيلا حصيلة الثوران حتى الآن. سلم يا رب سلم. ارتفعت حصيلة ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا إلى 13 قتيلا و41 مصابا، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين آخرين. وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم الأحد عبد المهاري لوكالة فرانس بريس إن عدد القتلى ارتفع إلى 13 قتيلا، لافتا إلى إنقاذ 10 أشخاص حوصروا أمس بسبب ثوران البركان. ثار بركان سيميرو شرق جاوة أمس السبت مخلفا قتلى وعشرات الجرحى ممن يعانون حروقا بالغة، فيما فر الآلاف من السكان من منازلهم، كما دمرت الحمم البركانية قرية كورا كيرو بوكان منازل أكثر من 300 عائلة. وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات في عدد كبير من القرى لمن فيهم الأطفال يركضون بحثا عن مأوى عندما سار البركان فجر السبت. كما أقامت السلطات المحلية محيطا أمنيا بطول 5 كيلومترات حول قواها. ويعود آخر ثوران لبركان، آخر ثوران لبركان سيميرو كان في كانون الأول الماضي، تسبب حينها بهروب آلاف الأشخاص فيما غطى الرماد قرى بأكملها. تقع إندونيسيا على حلقة النار في المحيط الهادي، حيث يتسبب التقاء الصفائح القارية في حدوث نشاط زلزالي كبير. من جهتها قالت شركة إيرناف إندونيسيا المسؤولة عن مراقبة المجال الجوي الإندونيسي في بيان لها اليوم الأحد إن ثوران البركان لم يكن له تأثير كبير على الرحلات الجوية. سلم يا رب سلم، شكرا جزيلا، دمتم في أمان الله.